صباح الخير مجددا مشاهدينا. اليوم موضوع رندا فهد، سندويشات للترويقه بس فيجن، ولكن مثل العاده خبريتها لرندا والمسابقه. صباح الخير صباح رندا. النور ستيفاني، كيفك اليوم؟ كثير منيحه. اليوم رح نبلش باسم الرابحه معنا. رابحه هي انطوانيت شيخاني، اللي هي ربحت اكيد من مطابخ باري لايت مأكولات ليومين كاملين. أنطوانيت بتلفن على مطبخنا وبتقولنا شو حالتها الصحية ليكون عم يجيها الأكل خصوصي لإلها. أكيد كان سؤالنا أي في أوميجا 6 أكثر، هل هو الحمص أم العدس؟ والجواب هو الحمص. أوكي. اليوم إذا المشاهدين هلا عم يشاهدونا رح يبلشوا يجاوبوا على كومبيتيشن ومسابقة جديدة، اللي هي أي فيها أقل مغنيسيوم. فإذا هالمرة أقل مغنيسيوم، هل هو البيض أو الحليب؟ طبعا جواب واحد هو المضبوط. مشاهدين من هلا فيهم جاوبوا على فيسبوك بيجز ام تي في الايف او ار دي اف رندا دنيا فهد او اكيد باري لايت هيلث سنتر. معكم مجال لتالت الجاي اكيد ليكون في رابح او رابحه. خبريتك؟ خبريتي اليوم علميه محض. رح نحكي اليوم على تاثير الجينات وعلى الأمراض، وهل ساعتها إذا نحن ساعدنا هالشي بالأكل بالرياضة بتغيير حياتنا رح ينفع ما لا. اليوم هيدي الدراسة انعملت على 1000 شخص هن معهم مشكلة الدايبيتس تايب 2، لكن سكري النوع الثاني. فمن هول الأشخاص تاخد سامبلز من العضل تبعولهم وشافوا الجينات تبعولهم، وكمان هالأشخاص تقسموا الأقسام وكل قسم انعطى علاج مختلف، إن كان من ناحية الأكل من ناحية الرياضة ومن ناحية الأدوية. وتبين هون إنه في عنا 16 جين، فإذا 16 نوع من الجينات هن موجودين اللي هن لهم علاقة بمرض السكري التايب الثاني. بكل شخص ولا كل شخص لواحد؟ بكل شخص. بكل شخص في 16 جين. أوكي. ولكن أوقات بهيدا الشخص المعين إذا الجينات عم يشتغلوا بطريقة بنقول لها أون أوف، مثل كأنه الضوء عم نضوي ونطفي، إذا كانوا عم يشتغلوا لكن في عنا التايب اللي نحن معتمدين عليه لمعالجة السكري التايب 2، بالنسبة للأكل، بالنسبة للرياضة، بالنسبة للأدوية العادية، رح تكون عم تشتغل معه وتكون عم تساعده كثير لأنه يكون عم يصح من هيدا المشكل. ولكن في عنا أشخاص هول الجينات ما عم يشتغلوا بهالطريقة وما هم موجودين هيدا. فإذا هون ما في لي هون طبيعة الجينية، الوراثة الجينية شو هي. فإذا مش عم يشتغلوا هالأون أوف، ساعتها هالتراديشنال العادة اللي نحن بنعطيهم، المأكولات اللي نحن بنوصفها بالإجمال والرياضة اللي بنوصفها والأدوية، ما رح يكون جسمهم كتير عم يتجاوب فيها. لازم ياخذوا أدوية، والأدوية في أوقات نوع أدوية معينة بروتوكول معين ما بيتجاوب معهم. ساعتها هون ما بدنا نتفاجأ ليش ما تجاوب معهم، بدنا نغير البروتوكول إن كان بالأدوية إن كان بالرياضة أو إن كان بالأكل بنوعية الأكل. ما في فحص بيفرج شيء؟ هيدا الفحص هو فحص الجينات، هو فحص الجينات اللي هو في يعني هلا أكيد صار موجود. إذا واحد بيهمه يعرف عنده مشكلة وعم يلاقي إنه ما عم يحلها، ساعتها هون في فوت بهيدي الخبرية. اليوم موضوعنا كتير حلو رندا، لأنه ليش فيجن؟ لأنه يلي مش فيجن في ياكل كل شيء، والفيجن أوقات بيعلقوا بس على الزعتر على حمص على كم شغلة 100%. وما عندهم فرايتي، ما بيفكروا إنه فيهم تشكيلة كتير كبيرة. هلا أنا اليوم رح أعمل نوع من الساندويتشز اللي هن فيجن، والنوع الثاني اللي هو فيجيتاريان. رح روح على نوع الفيجن بلش فيه، اللي هو شايفينه الكلوب ساندويتش اللي هي وحدة مع فريز، يلي شمي ريحتها لهون الفريز قد ما هي بتشهي اليوم مزبوط، والتانية هي مع البرز. فإذا رح نشوف هون نحن شو عاملين. نحن هون جايبين شو البيس تبعها، الأساس تبعها هو اللوز. فإذا نحن كيف بنحكي في بينات باتر، هون نحن جايبين لوز، نحن نحن بالصورة الثانية، لكن الصور هلا هون عنا. كيف بدنا نعملهم هول الساندويتشز؟ مثل ما شايفين هون نحن عنا لوز، وعم بحكي هون على 20 حبة لوز. فإذا 20 حبة لوز بياخذوا ملعقة كبيرة من زيت الزيتون، وهون كمان بدنا نحط لهم ملعقتين كبار من الحبق مثل ما شايفين، وعندي رشة الملح.
فازن. شو بعمل؟ اول شيء بجيب هاللوزات وبحط لهم رشه الملح، بنحط لهم الحبق مثل ما شايفين هون، بنحط لهم ملعقه كبيره من زيت الزيتون طبعا حتى يصيروا سوفت كمان طرية. هلا نحن هون رح تكون شوي قاسيه، فانا بهالتركيبه انا وعم بعملها رح احط لها مي ليكون عم يغمرها كمان، فاذا رح زيد المي كمان حتى كون عم بعملها طريه اكثر واكثر. بطحنها اوكي بالفود بروسيسر وبتطلع معي مثل ما شايفين هون. فاذا هول اللوزات اللي هن فيهم مثل ما اللي مقشره ايدي عليهم، هول اللوز وفيهم ملح، فيهم ملعقه زيت زيتون كبيره، فيهم ملعقتين كبار من الحبق اللي هو انا عملته طازه، وفيهم شويه مي. هلا هيدي هي اللوزات اللي نحن رح نمرغها على كل وحده من التوست. هلا اول نوع من التوست باندومي، انت شيل التراف الباندومي، بشيله التراف ستيفاني. اولا هو الباندومي القمحه الكامله مثل ما شايفين، بعدين انا فكره شيل التراف هو حتى خفف له بالحقيقه النشويات فيه، لانه هو الباندومي بيحتوي على نشويات عاديه، فانا حتى اكون عم خففه بس قد ايه بنخفف اذا شلنا التراف؟ بنخفف منيح، يعني لقلك شو نحن اذا كانت مع اطراف انا بحاول الوزن ليكون ترويقه كامله يكون 30 جرام، اللي بيعني لي انه هو وحده من النشويات. فاذا انا حتى بصير شيلهم حتى الميزان يفرجيني ال 30 جرام حتى يكون عندي وحده كامله من النشويات. بأول وحدة أنا هون حطيت الزفازان، مرغت اللوز، خلطة اللوز وحطيت الزعتر فوقها، حطيت روكا هون، حطة بيبي روكا حواليها، وحطيت هون البرز. هلأ بدل البرز نحنا فينا نكون عم نجيب رمان، نكون عم نرش ملعقة رمان كبيرة، وبتاني ميلي بدل الرمان حطيت الروك عليها وحطيت فوقها الفريز، وحدة فريز كبيرة. فإذا هيدي هي خلطتنا، ترويقة كتير لذيذة كتير صحية بتكون. هيدي الترويقة تقريبا عندي للاثنين توست، لكن هون تقريبا توستي عملت 25 جرام، كل توست هي 25 جرام، ولكن اثنين توست طلع فيهم بس 173 وحدة حرارية، ترويقة منا ثقيلة ابدا، بالعكس بتجنن خفيفة 100% فيها 18 جرام من النشويات، فيها تقريبا 6 جرامات من البروتين اللي هن معظمهم جاية من اللوز طبعا، وفيها 4.15 جرامات من الألياف اللي هي كمان مثل ما بنعرف ستيفاني أكثر من 3 جرامات ألياف، يعني وقع فيها ألياف كثير صحية. فإذا هاي هي ترويقتنا الفيجن اللي هي كمان لأنه ترويقة حاولت كثير أعملها كثير مبسطة، فإذا هيدي كثير بسيطة أكيد مش غدا أو عشاء، فينا ناكلها عشاء كمان أكيد، وفينا نكون اللي هو لازم يكون هيدول اللوزات محضرين قبل بوقت قبل بيوم أو يومين، بنقوم الصبح بنمرغهم وبيمشي الحال. رح انتقل لتاني ترويقه اللي هي فيجيتيريان، لانه فيها البيض هون فبطلت عنا الفيجن. كثير هيين جايبين بيضه، فبهيدي البيضه نحن اكيد عم نخفقها، بنحط لها بقلبها الملح والبهار، وحطيت لها كمان انا جبنه. فينا نستعمل حيلا نوع جبنه، فاذا عم نحكي هون فيجيتيريان داخل البيض داخل الجبنه. انا حاطه ملعقتين جبنه كبار لنعرف، وبهيدي الخلطه حاطه جبنه الموتزاريلا، ولكن نحن فينا ننكهها، فينا نحط الشانكليش فيها منا غلط، بارميزان فينا نحط البارميزان، فحيلا جبنه نحن بنحب نكهتها فينا نعملها بهيدي البيضه. عملتيها مثل العجه 100% كشكل هي خفقة الخفق. هلا كيف نحن بنحط زيوت كمان بذكر المشاهدين كثير هين، بحط زيت بقطنه وبمرغ المقله الصغيره بحطهم عليها بسكرها وبتكون هيك عم تستوي. هلا كيف بدنا نعمل؟ نحن جايبين الخبزه، عندنا الافوكادو هون وعندنا الحبق وعندنا الزيت، فكيف عاملين هون؟ الافوكا كمان مع حامض ولكن نهرسه، فاذا نحن هرسنا الافوكادو حتى نكون عم نمرغه، ما اني حطيته شقف فينا نحطه شقف يلي فينا نحطه شقف كمان هون. شو عملت؟ البيستو. فاذا البيستو هون
شو بيقولوا تفنيس على البستو يعني. فنحن جايبين الحبق وحاطين معه بس الزيوت يعني، ولا حاطين لنا صنوبر هون بالحقيقة، ولا حاطين لنا جبنة. مظبوط. فإذا هيدا الحبق اللي هو مطحون مع ملعقة الزيت. ليش لا طيب كمان؟ مش غلط، لأنه كمان ما تنسي أنه في الجبنة زيدينة على البيض. في هينة كتير، نحن فينا جبنة نزيدة على البستو ما نكون نزيدها على هاي، وكمان فينا نعملها فيجن إذا ما عندي هون بيض عم بشتغل على شغلة تانية وعم بعمل بيستو فيجن، في أعملها البيستو فيجن بلا ما حط لها أكيد الجبنة. في عنا شيء اللي هو النوع من معين من اليست الخميرة، هي بتعطي طعمة أو نكهة الجبنة فينا نستعملها. فهون مثل ما قلنا حضرنا البيضة، واللي عملناه مرغنا الملعقة من البيستو على التوست، ورجعنا كمان مرغنا الأفوكادو. هون عم نحكي للكلوب ساندويش اللي عم ناخده، تقريبا استعملنا نص حبة أفوكادو صغيرة. بعدين جبنا وحدة مشروم أو فطر قصقصناها حطيناها بقلبهم، تشيري توميتو شفتي كم حبة، 4 حبات قصقصناهم. وطبعا عندي الروكا اللي هي في أعملها خس في أكيد. هون المقادير لساندويش واحد، هو المقادير لساندويتش واحد. هيدا الساندويتش شوي بميلي، رح افتحها لتبين اذا هلا الكاميرا فرجتها. فاذا هون عندي هيدا الكلوب ساندويتش مسكر، هون مفتوح. هيدا هو الساندويتش مثل ما شايفينه بهالميلي، حاطه الافوكادو كشقف هون. هلا هيدا الساندويتش تذكر ستيفاني، في عندنا شغلتين، هو كلوب ساندويتش في الاثنين الخبزه. بهيدا الساندويتش عندي شوي وحده حراريه زياده، ولكن كثير جيده جايه من الافوكادو. إذا طلعنا وقت رح نحكي عنهم. بس هيدا الساندويش بيحتوي تقريبا على 330 وحدة حرارية، ترويقة عادية 330، منا كثيرة أبدا. بهيدا الساندويش عندي 14 جرام ونص من البروتينات. فإذا هون بروتينات كتير عالية، دايما نتذكر البيض فيه البروتين، الجبنة كمان فيها البروتينات العالية، وعندي تقريبا 6 جرامات من الألياف. واو، يعني كومبليت ترويقه بتاع الياف عاليه، ترويقه لشخص رياضي، ترويقه لواحد يشبع الضاينه كل النهار، ترويقه حتى ما تعودي تجوعي خلال النهار ستيفاني، وما تعودي كمان يجي على بالك السكر. كثير ناس بهالايام عم يقولوا لي عم يقفوا الترويقه. انا بقول لكم مش ضروري وعينا ونتروق، بس هالايام لانه اشخاص مفرسين بيقولوا لي انه نحن نمنا كثير، وعينا لنقول الساعه 10 او 11 والغدا الساعه، بيقولوا ما بتحرز اكزاكتلي exactly. خلينا بنشرب قهوه وبلا ترويقه. اللي بيصير انه او الغدا رح يكون كثير كبير، او نحن رح يرجع يقشط السكر عنا وناكل كثير حلو بعد الظهر. بنصحكم تروقوا، ما ضروري تكون ترويقه عاليه كثير كبيره، ولكن بدها تكون مغذيه مثل ما انتم شايفين هون، والا اللي بيتروق ترويقه منا مغذيه رح يجوع اكثر خلال النهار. صح. فهيدي فكره صغيره على الترويقه. اكيد. بوقتنا ستيف حبيت ارجع نوه على الشيء على الافوكادو، لانه الافوكادو شغله كثير مهمه وبعدهم في ناس بيقفوا ياكلوها. الافوكادو نحن عم نحكي على الحجم الصغير، اوكي؟ نص وحده. الحجم الصغير اليوم انا اخذت نص وحده، فاذا نص وحده صغيره بتحتوي على تقريبا 120 وحده حراريه، منا كثير كثيره، يعني مقبوله. تحتوي على دهنيات كمية عالية، ولكن هيدي الدهنيات unsaturated fatty acid اللي كتير مفيدة للقلب. بالأفوكادو في كمية ألياف كتير كبيرة كمان فيها تساعدنا. ما ننسى أنه هي فيها الكاروتينويدز، فيها الفيتامين سي، وفيها كمان الفيتامين أي والفيتامين إي. ليش عم بحكي هول كلهم؟ لأنه هول كلهم بيفيدوا. بيفيدوا، عم يساعدوا شو؟ عم يساعدوا القلب، عم يساعدوا الشرايين، عم يساعدوا البشرة كمان. فنحن دائماً بيساعدوا الشعر، بيساعدوا الضفير. دائماً بتشوفوا بالشامبو بنرجع بنذكر بيعملوا من الأفوكادو، زيت الأفوكادو 100%. فإذا هون عنا أهميته. أكيد مريض السكري في ياخذ أفوكادو ما بده يخاف منه، ما بيحتوي على النشويات. في شغلة تانية كمان بدي أقولها على المحافظة على الوزن. دايما دراسات بينت لأنه الأفوكادو فيه ألياف، هيدا شيء بيساعدنا نشبع، وكمان بخلينا ما ناكل زيادة. ولكن إذا أكلناه وأكلنا زيادة بكون عم نفوت وحدات حرارية زيادة على جسمنا، فالبالانس هو الأساس. Very good.
ميرسي رندا، منشوفك بكرة إن الله راد. مشاهدينا وقفة منتبع سوا لك.